هل نحن فقراء؟ تستهل شمائل هذه الزاوية بالقول في صحيفة التيار: جدلية الخبز ورفع الدعم عادت من جديد. تسربت بعض الأخبار أن زيادة وشيكة في أسعار الخبز ستعلن. الوزير مدني عباس محاولا حسم الجدل دون بصفحته على فيسبوك أن لجنة مشتركة بين أصحاب المخابز وقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة ستنهي أعمالها وترفع توصياتها نهاية هذا الأسبوع. وتمضي شمائل قائلة: مدني لم ينفي ولم يؤكد زيادة الوشيكة، لكن أيا كانت توصيات هذه اللجنة المشتركة، إن وصل سعر الرغيف 5 جنيهات أو ظل كما هو، مع العلم أن الأسعار في الولايات ليست كما هي في الخرطوم. وتواصل قائلة: أيا كان القرار النهائي حول رفع الدعم عن المحروقات والقمح والدواء وغيره من السلع الاستهلاكية، يبقى هناك سؤال موجع: هل نحن بلد فقير؟ وتستمر فتقول: مؤسف حقا أن تغرق الحكومة والقوى السياسية والإعلام وكل القوى الحية الفاعلة في المشهد، مؤسف أن تغرق وتهدر طاقتها في التدافع للدفاع عن رفع الدعم أو رفض رفع الدعم، أن يكون الهم الشاغل هو الخبز والدواء وترقب منح أصدقاء السودان. كما تختم بالقول: التركيز في الإنتاج هو المخرج لأزمة الاقتصاد التي هي نتاج فساد وسوء إدارة وضعف إرادة.